بداية التصوير السياحي بالذات لحاجات للسوشيال ميديا كان كونسبت جديد، وكشغل كان صعب جدا. ان انا دلوقتي الكلاينتس اللي بروح بقدم لهم الشغل اللي انا بعمله قليلين، وفي نفس الوقت ما كنتش بتلاقي عملاء. يعني بالظبط كان الموضوع بيكون صعب ان يتفهم ليه، ان كان كل حد متعود على اسطمبة القديمة اللي هو في ايجنسي معينة ماسكة هوتيل معين، ماسكة حاجة سياحية معينة، ماسكة ايجنسي برضو، مفيش حاجة بتتغير، كله بالزبط. زي بعض ماسكة وزارة، فهي اللي بتعمل الكونتنت كله سواء تصوير او فيديو. انا شفت الماركت ابتدى يتغير ازاي. سوشيال ميديا حاجتين، نمبر 1 اللي هي سوشيال ميديا بقت جزء كبير قوي من السفر، ونمرة 2 ان الكاميرز بقت متاحة لكل حد، سواء كاميرز انترو ليفل بتاعت البيجنرز اللي ناس كتير بتشتريها، او حتى موبايلات. فكنت عايز استخدم الطلعة الجديدة دي ان انا اقدم حاجة جديدة للسوق وللماركت. لكن في نفس الوقت الموضوع ده كان صعب، ان كنت لازم في اي حتة اخشها لازم اشرح كونسبت جديد من الاول ما كانش بيتفهم من ناس كتير. هل انت كنت بتروح للعملاء ولا كان في ناس بتكلمك؟ لا، في الاول انا اللي كنت بروح بخبط على بيبان كتير، ولكل مجتهد النصيب. العكس، انا في الاول ما ابتديت اعمل اصلا بيج واكاونت، كونسبت ان انا كنت اعمل بيج واكاونت عن سفر كانت حاجه جديده. كان في ناس برا مصر عاملينها، لكن جوه مصر كانوا يا اما ناس قليله قوي يا اما الموضوع ما كانش موجود.